لا يوم ايه يا حبيبي، خدها اسبوع من يوم السبت ليوم الاربعاء اللي انا قاعد فيه الشغل يعني. قلت له ماشي. فطبعا خدتها ورحت انا ومحمد عباس، جبنا فل من العباسيه من العتبه، وعملت ثلاجه زيها بالظبط بعد ما جبت الجيركن، وعملت لها شكرتون طبعا كان بتاع كهرباء ما اعرفش، المهم المها وعملتها الحمد لله. وجيت احمل الشنطه بقى، ما اعرفش شنطه، بصيت لشنطه السفر مش هتخش فيها، فاخدت انا نموذج وعندي قماش طبعا ما كانش زي ده، قماش من عندي عادي، ورحت عامل شنطه تيبكال وعملتها، وطلعت معاهم يوم الجمعه اللي بعد الايه اللي شفنا فيها التانجة. الحاج حامد طبعا انبهر، والناس زمايلي انبهروا، قالوا لا انت تعمل لنا ايه شنطه، كل واحد يقول لي هات شنطه نعمل لي. اقول لهم هاتوا القماش وهاتوا الخيط وهاتوا الحاجه ونعمل لكم بمحبه، وطبعا ده تعمل لهم. جم بعد انا طبعا ما خرجت من الجيش، قالوا طب ما تعملها هوايه بقى وتشتغل فيها. قلت لهم حاضر. بقيت اجيب فل واعمل اشتري فل بقى، واشتري شراكن واعمل ثلاجات، وعملت كتبت عليها ثلاجات ابو سيفين. انا كان في الاخ عبد الحلاق من ابو كبير الله يديله الصحه والعافيه، كان بيجي ياخد شنط من عندي انا ومن ثلاجات من عند الحاج محمود الليسي الله يرحمه، وكنت انا اللي بعملها مكتوب عليها ابو سيفين زمان. فطبعا كان الشنطه بتاعتي والثلاجه كانت ملهاش حل، وكنت بحط الشنط الشكرتون الكهرباء، كنت بعمل شكرتون سباكه بتاع السباكين جبونه عريضه، واللي عندي دلوقتي شغاله مع ناس بقالها 30 سنه، وعملت ليا فيديو بتاعت ايمن الاستاذ ايمن البياع صاحبي جاي يعمل لها شنطه، وانا عاملها من 30 سنه، حطيتها في الارض هنا في اوضه الجلوس ووقفت عليها بعد 30 سنه شغل، عشان هي ايه معموله بضمير وباتقان الحمد لله. وزي ما سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام وصانا ان الواحد اللي يعمل عمل لازم ايه ان يتقنه، يلا ان يتقنه. وبعدين ده اللي حبب الناس فيا والحمد لله، وانا كنت واخد ترنت كده ما كانش فيه نت ولا بتاع اياميها في الشغل، واللي عندي النهارده اسم معروف وكل حاجه في اسكندريه، بيبعت ياخد مني شنط، بس الثلاجات ما عادش بعملها من ساعه ايام ما جت الاعاقه البصريه اللي بحمد ربنا عليها الحمد لله. وطبعا هاي كم جاب بشتغل في الشنط، وطبعا ناس طالبه مني طبعا من الواحات البحريه، الاخ حسن شنطته جاهزه هنروح اشحنها له بكره ان شاء الله، كان المفروض احنا نشحنها النهارده بس حضرتك شربتونا عطلتونا يعني مش مشكله على الراس. فطبعا الاستاذ حسن اسمه حسن معوض اظن، وشغال في التموين هناك في الواحات البحريه، وطبعا حبايب كتير، والاخ محمد مؤمن مأمون ليه شنط برضه هنا، شنطة المدرسة جاهزة وشنطته هو كمان جاهزة، وهروح قدام وأنا بشحن للناس دلوقتي في اسكندرية. وعندي هنا شنطة موجودة عند حضراتكم، إيه دي شنطة الأيس بوكس 23 زي اللي خدها الأستاذ محمد يسري من أبو حماد إمبارح، حبيبي محمد كان عندي هنا إمبارح آخر النهار حوالي الساعة 7. الشنطة أهي دي بتاعت الأيس بوكس 23، وشوف الشغل أهو متخيط من على الوش ومن على الظهر السوستة، والقماش كله متسرف من جوه مفيش خيط يطلع كويس عشان يبقى ايه واديني متانه. وبعدين هنا ده متكفف يعني مش خياطه كده وخلاص، انا عارف عشان انا صياد مش ترزي، فبعمل كل حاجه حلوه بفضل الله عشان كده، وباخد ايه باخد يعني سعر التكلفه بس، وربنا يحاسبنا على كده الحمد لله. من هنا جت القصه تمام، وكنت بتاخد بقى ايه تجيب من صحابك يلموا لك اللي عايز يعمل سوسته يجيب لك السوسته والخيط ومش عارف ايه، ما خدش فلوس من بدأ الموضوع بقى ان هو قلت لي ان هم قالوا لك طب طالما انت ماشيه معاك فاشتغل. جت القصه ازاي بقى ان انت اشتغلت وبدأت وتجيب وتعمل وتصنع وان انت بقى يعني بتعرض وموجود واللي عايز يجي يشتري؟ لا انا كنت بوزع المحلات كمان اللي كل ده وانت الصيد. بتعمله هوايه عشان خاطر انت بتحب الصيد وبتحب الشغل. وبعدين كان بديل عم الحاج محمود الليسي رحمه الله عليه في شارع الحمام، كنت بديله الثلاجه بشنطتها اياميها ب 45 جنيه عشان ياخد فيها 5 جنيه يبقى بتباع ب 50. والكابتن عادل الله يرحمه العقيد عادل بفتوح في شارع فاروق كنت بديله، واحمد بسيوني احمد كوبيستا في شارع الحمام برضه كنت بديله، والاستاذ اسلام منصور حبيبي برضه، واحمد ضباب وياسر الشيخ كلهم حبايبي طبعا كلهم اللي ببعض واد صيد كنت بديهم ثلاجات زمان، لكن لما جالي اعاقه بصريه ما عادش بعرف من الثلاجات طبعا، يعني مش هخش في حاجه ما اقدرش اعملها يعني لازم عاوزه دقه في البصر وبتاع، قلت لا انا اعمل شنط. فالشنط طبعا زوجتي ربنا اكرمني بيها، وانا طبعا
اشكرها طبعا رفيقة الكفاية هي اللي وقفت معاك وهي اللي طبعا سمعتك. طبعا يمكن انت قلت لي ان الإعاقة البصرية يعني جت على فجأة، ولكن انت تحديت الصعب وقمت وقدرت ووقفت علشان خاطر انت عندك إرادة، واول بدايتنا في الكلام قد التحدي. الحمد لله والشكر لله. واللي حضراتكم ما ذكرتوش قبل كده واول مره اذكره من حضراتكم، ان انا لما جت الإعاقة البصريه اهملت المكن واهملت كل حاجه من 2009 ل 2013، ركنت كل حاجه وخلاص كرهت وخلاص وخلاص خليني ايه، وجريت على دكاتره، صرفت بتاع مليون جنيه مليون ونص على عينيا، كنت بجري اكبر دكاتره في مصر كنت بروح لهم، مخ واعصاب ورمد وبتاع حاجه زي كده عادي مش مشكله. خلاص المهم لغايه امر الله ما خلاص امر واقع امر الله احنا رضينا بالربنا. وبعدين جالي الاخ مصطفى الليسي ربنا يبارك فيه، كان هو السبب ان انا رجعت اشتغل.